ماشي، إن شاء الله النهاردة يا شباب هنكمل كلامنا عن الجزء بتاع التكاليف والمفاهيم بتاعة التكاليف، تمام؟ كنا المرة اللي فاتت كده بدأنا مقدمة واتكلمنا عن الأنواع المختلفة من الكوستس أو التصنيفات المختلفة من الكوستس، تمام؟ وفهمنا يعني إيه الفيكسد كوست ويعني إيه الفاريبل كوست، والتوتال كوستس قلنا هي عبارة عن محصلة الايه النوعين المختلفين من الايه الكوستس اللي هما الفيكسد والفاريبل، تمام؟ وقلنا ان اي دراسة او اي تحليل للتكاليف بتاعك لازم تكون عارف بدقة التصنيف بتاعك سواء فيكسد او فاريبل، وتعمل الايه الاناليسز اللي كنا اتكلمنا عليه وادينا له مثال المرة اللي فاتت، اللي هو كان اختيار البوزيشن او السايت بتاع موقع المصنع اللي انت كنت عايز تبنيه، وعرفنا بالمثال ده ازاي الاختيار بيتم بناء على التكاليف المتوقعة للايه للبزنس اللي انت عايز تعمله او للشغل اللي انت عايز تعمله، تمام؟ وكنا حللنا الايه الاكزامبل ده بالتفصيل، ووصلنا لازاي تحسب التوتال كوست، وعرفنا ازاي تحسب الريفينيو او العائد المتوقع والربح النهائي او البروفيت، زي ما قلنا هو الفرق ما بين اجمالي التكاليف والعائد اللي انت ايه منتظر ان انت تحصل عليه من البيع بتاع البرودكت او السيرفيس اللي انت بتشتغل عليه. بنكمل بقى النهاردة ان شاء الله تصنيفات تانية، او بنتكلم عن الكوست برضو والتصنيف بتاع الكوست من وجهة نظر تانية او من وجهة نظر او تصنيف تاني. الكوستس او التكاليف ممكن برضو نصنفها كذا نوع، زي مثلا حاجة اسمها الدايركت كوست. طب ايه كده يعني ايه الدايركت كوست، او تعريفها عبارة عن ايه؟ ثانية واحدة يا شباب. ماشي، الدايركت كوست هي تعريفها اللي هي الكوستس ذات كان بي ميجرد، يعني ينفع ان هي تتقاس اند اللوكيتد ويتم توزيعها تو سبيسيفيك ورك اكتيفيتي. يعني ايه؟ يعني التكاليف المباشره هي اللي ينفع ان انا ايه اقيسها واحطها او اوزعها مباشره لجزء معين من البيزنس او من الاكتيفيتي اللي انا بعملها، تمام؟ طيب اكزامبل كده، يعني لو فكرنا كده للدايركت كوست بناء على التعريف ده، مين كده ممكن يقول لنا يعني مثال ايه زي للكوست او الدايركت كوست بناء على التعريف اللي احنا قصدنا ده؟ ايه اكزامبل لدايركت كوست عندنا ممكن يكون في الشغل بتاعنا او في البيزنس بتاعنا؟ إيجار مثلا المكان اللي احنا بنشتغل فيه، الايه؟ إيجار المكان اللي احنا بنشتغل فيه. إيجار المكان بالظبط، إيجار المكان حاجة ينفع أقيسها، يعني في كده أوريدي خلاص متسعرة ومتحدد الإيه المكان. طيب حاجة تانية برضو، أو ممكن مثلا دايركت كوز زي الإيه الأسعار بتاع المادة الخام، أسعار الماتيريال، صح؟ أسعار الإيه أسعار الماتيريال، تمام؟ سعر مثلا الآلة أو المكنة اللي أنت هتشتغل بيها، كل الحاجات دي تعتبر أمثلة لدايركت إيه؟ لدايركت كوست عندك محتاج إن أنت إيه تحسبها. طيب أمال إيه النوع التاني؟ النوع التاني اللي هو indirect cost، اللي هو indirect cost difficult to attribute، يعني تقدر صعب جدا إن أنت توصفها
or allocate to a specific output or work activity. يعني ايه؟ يعني انت مثلا لو عايز تقول في الاخر انا عايز اعرف المنتج اللي انا انتجته ده او السيرفيس اللي انا قدمتها دي، عايز احصر لها تكاليفها، تكاليف كده، العناصر بتاعت التكاليف بتاعتها عشان اقدر ادي سعر مبدئي او تقييم كده للايه، للسعر. فالاندايركت كوست دي مش هتقدر كده في البنود بتاعت التكاليف تحط رقم او تحدد رقم تقول والله المنتج ده تكلفته في البند ده يساوي كذا، مش هتقدر تعمل حاجة زي كده. تمام، بيدولها اسم تاني الاندايركت كوست زي الاوفر هيد او الايه، او البردن، او الايه، العبء اللي انت يبقى الاوفر هيد اللي هو تكلفة الازعاج او كده، او البردن، العبء اللي عليك، ده بنسميه برضو اندايركت ايه كوست، هما الاتنين نفس المعنى. طيب حد يقدر يقول لي كده اكزامبل لكوست بالشكل ده اللي هو صعب جدا ان انت تقول والله القطعة دي او السيرفيس ده تكلفة الحاجة دي بيساوي كذا؟ صعب جدا ان انت تعمل حاجة زي كده. مين يقدر يقول لي اكزامبل لحاجة زي كده؟ استهلاك الكهرباء أو المية؟ استهلاك الكهرباء او المية، بالظبط كده. مثلا يعني لو خدمة مثلا بتصنع مثلا، ولو ان يعني هي ممكن تتحسب، بس يعني برضو ممكن تكون اندايركت فعلا، ان الايه، استهلاك الايه، الكهرباء، ان انت تحسب بالظبط كل قطعة او السيرفيس بتاعها يعني كانت استهلكت كهرباء بفلوس قد ايه، ده ممكن يكون حاجة صعبة جدا. تمام، برضو مثال للاندايركت كوست ده اللي هو مثلا حاجة زي مقدار الاستهلاك اللي حصل للمكن اللي انت بتستخدمه او للادوات اللي انت بتستخدمها. احنا عارفين مثلا ان انت المكن او الادوات اللي انت هتستخدمها لها عمر افتراضي، هتفضل شغالة معاك لفترة، بعد شوية كفائتها هتقل، ممكن تستهلك، تبوظ وبتاع وكده. لو حاولت ان انت تحط في كل منتج بتاعك استهلك قد ايه من اللي هي بيسموها عوامل الانتاج او ادوات الانتاج، هتلاقي ان صعب جدا ان انت تقدر تقيم حاجة زي كده. برضو نفس الكلام، استهلكت قد ايه مثلا من الصيانة، مثلا من عنصر الصيانة، لو الحاجات دي مثلا محتاجة صيانة مثلا، هل تقدر تحط رقم معين تقول ان المنتج ده استهلك فلوس قد كذا مثلا في بند صيانة الآلة دي او بند صيانة الجزء ده؟ ده بيبقى حاجات صعب جدا ان انت ايه، ان انت تقدرها في الايه، في الحسابات بتاعتك. تمام، طبعا الكتاب فيه تفاصيل اكتر في الايه، البنود دي. يعني لو بصينا كده هنلاقي هنا ان هو بيتكلم على، ظهر كده قصادكم الكونتنت. ايوه تمام يا دكتور. تمام، هنا مثلا بيتكلم شوية عن الـ indirect cost، هي التكاليف اللي هي زي ما قلنا صعب ان انت تفصلها او تكتبها بشكل واضح. تمام، و يعني تقدرش ان انت تعملها من خلال a selected formula، يعني ان انت ايه، تبدي لها كده معادلة مباشرة. تمام، زي مثلا زي ما قلنا الـ common tools، الادوات العامة، الـ general supplies اللي هي الحاجات العامة مثلا، او الحاجات اللي هي مثلا بتستخدم لكل الناس في الشركة بتاعتك او كده، الايكوبمنت مينتننس زي ما قلنا، صيانة الادوات. تمام، كل الحاجات دي ايه، تعتبر اندايركت ايه، تعتبر اندايركت كوست. زي ما زميلكم برضو قال اللي هي في الحاجات الاوفر هيد اللي هي الالكتريسيتي والجنرال ريبيرس، الحاجات اللي هي تستبدل على طول، بروبرتي تاكسز، قيمة الإيه، الضريبة على البروبرتي أو المصنع والحاجات بتاعك، السوبرفيجن، كل الحاجات دي صعب جدا إن أنت تقول إن هي إيه، إن هي تتوزع مباشرة على قيمة الإيه أو على تكلفة المنتج. الحاجة الثالثة اللي هي الستاندرد كوست، الستاندرد كوست وده تعريفه اللي هو كوست بير يونت أوف أوتبوت، كوست بير يونت أوف أوتبوت. بس ايه المميز بقى؟ يعني هل هو ده السعر اللي انت خلاص محدده للبيع؟ لا، قال لك ده established، يعني متحدد in advance بشكل مسبق of production لعملية الايه،
الانتاج او سيرفيس ديليفري. يعني والله بتقول انا الستاندرد كوست بتاع المنافسين مثلا بتوعي او السوق او الماركت اللي انا شغال فيه، ان المفروض المنتج ده او الخدمة دي تبقى الثمن الطبيعي بتاعها مثلا في رينج الايه، في رينج رقم كذا مثلا. فبنسمي بقى الرقم ده اللي هو قبل ما انت تنتج وقبل ما تحسب اي حسابات وقبل ما تعمل اي حاجة، ده بنسميه الستاندرد ايه، الستاندرد كوست، اللي هو كوست بير يونت اوف اوتبوت بس established in advance of production، قبل خالص ما تعمل اي ايه، قبل اي ايه، قبل اي انتاج، او قبل ما ايه، ما تنفذ الخدمة اللي انت عايز تنفذها. طبعا يعني المفروض طبعا ان طبعا الكوست ده او الكوست الحقيقي بقى الريال كوست بتاعك يبقى طبعا في النطاق او قريب من الستاندرد كوست، لان انت لو قللت جدا عن الستاندرد كوست ده ففي الغالب حاجه من الاثنين، يا اما انت مش عامل الكوست بتاعك بشكل سليم واكيد هتخسر، لان يستحيل ان يكون مثلا السعر التقليدي للخدمه دي او المنتج ده يكون مثلا اكس، وانت مثلا تلاقي تقوم مثلا حاسب حساباتك ومطلع ان انت نص اكس مثلا او ربع اكس، يبقى انت اكيد عامل حاجه غلط، يا اما انت عايز تخسر بقى. او في نفس الوقت برضه ما يبقاش السعر التقليدي مثلا اكس وتلاقي انت حسابات الكوست بتاعتك طلعت ان هو مثلا 3 اكس او 4 اكس، لا يبقى انت ساعتها في مشكله عندك، ومحتاج ان انت قبل ما تبدا عمليه الايه الانتاج الحقيقي بتاعك ايه تحسب تعمل اناليسز مره تانية للكوست، تدرس الالترناتيفز زي ما قلنا، تشوف ايه المشكله وتحاول ان انت تشتغل عليه. تمام. طيب التصنيف الثاني او النوع الثاني من الكوستس اللي ممكن نصنفها، اللي هو حاجه اسمها الكاش كوست والبوك كوست والسانك كوست. طيب عايزين كده نشوف كده تعريفات الحاجات دي. الكاش كوست هو الكوست اللي بيتضمن payment of cash، يعني اي تكلفة فيها كاش بيتدفع او فلوس بتتدفع بشكل نقدي، دي بنسميها الكاش او الكاش كوست. زي ما بقول لك كده، انت مثلا جبت عمال يشتغلوا في المصنع او في الشركه، دول هياخدوا مرتبات اخر الشهر، فبند المرتبات ده يعتبر كاش كوست. جبت ماده خام تنتج بيها المنتج، فانت هتشتري الماده الخام دي بفلوس، فده يعتبر ايه، يعتبر كاش كوست. تمام. وهكذا اي حاجه تكلفه فيها حركه فلوس او فيها دفع فلوس بشكل كاش، ده بنسميها ايه، ده بنسميها كاش كوست. تمام. طيب امال ايه البوك كوست بقى؟ الكوست اللي مش اللي ما بيتضمنش اكاش ترانزاكشن، يعني ما فيش دفع فيه فلوس، يعني انت مش بتطلع من جيبك كده فلوس بشكل مباشر وايه وتقول ان ده ايه، ده تكلفه نقديه في المنتج بتاعك او الخدمه بتاعتك. But is reflected in the accounting system. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ان انت تقول مش عشان انا ما بدفعش فيه فلوس ان ده خلاص مش متاخد في الحسابات بتاعتي او مش داخل في الحسبة بتاعتي. طيب ايه هو مثلا الكوست اللي هو لازم يدخل في الحسابات بتاعتك حتى لو هو مش ايه، مش حاجة بتدفع نقدي او مش حاجة كده انت بت ايه بتدفعها بشكل ايه، بشكل مباشر او على شكل فلوس؟ ايه مثلا اكزامبل لحاجه زي البوك كوست ده مثلا؟ حد عارف؟ لسه قايلين من شويه حاجه شبه الكلام ده. ان الماكينه العمر الافتراضي للماكينه بيقل، بالظبط خبرة الفكرة ذات نفسها برضو المفروض تكون حاطلها مكسب او كده. زي بالظبط كده يا شباب، ان انت دلوقتي انت اشتريت مكنه صح، مش كل يوم بتروح تدفع فلوس عشان المكنه دي تشتغل، خلاص انت خلاص مش ايه المكنه ايه المكنه شغاله بتاع، بس
العمر بتاع المكنة ده مش مكمل كده إلى ما لا نهاية، أنت داخل في الحسبة بتاعتك إن مثلا بعد شوية في مصاريف صيانة، بعد شوية في مصاريف تحديث إن المكنة دي الخط الإنتاج ده مثلا يتحدث وهكذا. صحيح ده مش كاش ماني أنت كده بتطلعه طول الوقت من جيبك، لكن لازم يكون في الأكاونتنج سيستم أو في الحسابات بتاعتك واخد في الإيه، واخد في الاعتبار الإيه، حاجة زي البوك كوست ده. هنشوف برضو كده، هنتكلم كده عن البوك كوست هنا اهو، بيتكلم الجزء ده عن الكاش كوست والبوك كوست. This non cash cost اللي هو البوك كوست بقى هو ايه، بيتشغله دايما اللي هو زي ما قلنا الايه، البوك كوست. زي الكاش كوست زي ما قلنا هي المصاريف المستقبليه اللي هي في الايه بتتدفع، لكن البوك كوستس هي الكوستس اللي مش متضمنه كاش بيمنت، بات راذر ريبريزنت ذا ريكفري اوف باست ايه اكسبنجرز اوفر فيكسد بيريد اوف ايه اوف تايم. اشهر مثال زي ما انتوا قلتوا اللي هو ايه، الديبريشيشن اتشارجد فور ذا يوز اوف ايه اوف اسيتس such as a plant and equipment، ان انت خلاص استخدمت الاسيتس الممتلكات بتاعتك واستهلكت، فبالتالي قيمتها ايه، قيمتها بتقل مع الايه، مع الوقت. تمام، فده كده يعتبر الايه اكزامبل للايه للبوك كوستس، احيانا بيسموها اللي هي اللي زي ما قلنا الديبريشيشن كوست برضه او نون كاش كوست. كل دي بتشاور لنفس الايه، بتشاور لنفس الحاجه. تالت نوع من انواع الكوست اللي هو السانك كوست، وده التكلفة اللي هي حصلت او عام حصلت في الماضي but has no relevance to estimates of future costs and revenues related to an alternative course of action. طبعا التعريف بتاعها كبير، لكن هو مدي في الكتاب مثال ظريف جدا يوضح لك الايه، يوضح لك الفكره دي بتاعه السانك كوست، بتاعه السانك كوست. تمام، قال لك تعالى نفترض ان انت مثلا عايز تشتري منتج معين، وليكن المنتج ده مثلا هو مديك مثال اللي هو مثلا عجله مثلا. العجله دي كانت اللي انت لقيتها كانت مثلا قيمتها وليكن ايه، وليكن $1,000 او $1,000 مثلا قيمه الايه العجله دي. تمام، طيب قال لك والله انت قبل ما جيت تشتري العجله دي زي ما تقول كده دفعت ايه، دفعت عربون منها او جزء منها كتاكيد حجز او كتاكيد عمليه الشراء ده حوالي مثلا $50. يبقى انت باقي لك قد ايه من ثمن العجله؟ 900 وايه، $950. تمام، فال $50 اللي انت دفعتهم دول تكلفه. هو بيقول لك والله دول تاكيد كده للايه، لعمليه الشراء بتاعتك. لو انت جيت فعلا اشتريت العجله، لو انت جيت اشتريت العجله، فانت خلاص مش هتدفع 1000، لا هتدفع اللي باقيين بس اللي هم الايه، اللي هم ال $950. طب تعال نفترض كده ان انت جيت بعد ما دفعت ال $50 دول بعد يومين ثلاثه لقيت عجله ثانيه في مكان ثاني، حسيت ان هي اجمل، حسيت ان هي ايه شكلها ملائم ليك اكتر، بس كان تمن العجله دي مثلا كام، كان مثلا 800 او $850. تمام، فهنا انت قصادك بديلين، يا اما ادفع $850 تمام واخسر ال $50 اللي انا كنت دافعهم قبل كده، يا اما اروح ادفع $950 بس واخد العجله القديمة اللي انا خدتها. طبعا انت لو حسبتها هتلاقي ان انت تخسر ال $50 وتدفع 850 بس، ده احسن لك من انك تروح تكمل $950 عشان تاخد العجلة الايه، العجلة اللي انت دفعت الايه القيمة بتاعتها. فقيمة ال $50 بقى اللي هي انت دفعتهم في الماضي بس ما اثرتش على المنتج الجديد او الديفايس الجديد او الحاجه الجديده اللي انت عملتها، ده بنسميه السانك كوست، ده بنسميه السانك كوست. يبقى ده زي ما هو شرح لك كده هو عباره عن تكلفه حصلت في الماضي has no relevance to estimates of future cost. يعني هل ال $50 اللي انت دفعتهم عشان تحجز العجله القديمه دول لهم علاقه خالص او يقتربوا من قريب او من بعيد بالعجله الجديده اللي انت عايز تشتريها؟ ما لهمش اي علاقه بيها خالص. تمام، امال دول الكوست ده ناتج من ايه؟
related to an alternative course of action. دول نتيجة ان انت كنت هتاخد اختيار اخر في البيزنس بتاعك او في الاكتيفيتي بتاعتك، بس انت لما ايه لما ظهر لك بديل افضل ضحيت بان انت تكمل في مسار هيديك تكلفة نهائية كبيرة في مقابل ان انت ايه تدفع تكلفة اقل في الايه في الوقت الايه في الوقت الحالي. تمام. طيب حد يقدر كده يقول لنا يعني السانك كوست ده، يقول لنا كده مثلا مثال تاني غير اللي احنا قلناه، مثلا مثال من الحياة حوالينا تاني في السانك كوست ده مثلا او في البيزنس؟ يعني انتوا فهمتوا الاول السانك كوست ده حد الكونسبت بتاعه واضح ولا في مشكلة؟ معايا يا شباب؟ واضح يا دكتور. تمام. ده كده الايه السانك كوست، تمام، والايه المعنى بتاعه وعلاقته بالايه الانواع المختلفه من الكوست. طيب برضو عندنا حاجتين رئيسيين عايزين برضو نصنف بيهم الكوست، حاجه اسمها الاوبورتيونيتي كوست وحاجه اسمها اللايف سايكل كوست. حاجه اسمها الاوبورتيونيتي كوست وحاجه اسمها اللايف سايكل كوست. الاوبورتيونيتي كوست يا شباب هي تعريفها المونيتري اللي هي له علاقه بالفلوس يعني او بدفع الفلوس، ادفانتج الميزه اللي هي بتروح عليك فور جراند ديو تو ليميتد ريسورسز the cost of the best rejected opportunity هديك مثلا مثال على الكلام ده او الاوبورتيونيتي كوست. تعال نفترض ان انت مثلا صاحب مصنع او صاحب شركه، تمام، وحققت مصنع، المصنع بتاعك حقق مصنع او حقق مكسب في سنه معينه، مكسب كويس يعني، تمام. ايه بقى الاوبورتيونيتي كوست دلوقتي؟ انت كان قصادك بعد ما حققت مكسب حاجه من الاثنين، يا اما انت مثلا كنت تروح مثلا تشتري مثلا عربيه كويسه، كنت تحط الفلوس دي في البنك مثلا وتحقق لك عائد، كنت تشتري مثلا شقه وتقعد فيها، ده مثلا كانت opportunity. لكن انت عملت ايه؟ انت خدت المكسب اللي انت كسبته ده وزودت عليه من جيبك، والمصنع بتاعك عملت له اكستنشن او جبت مكان زياده وجبت الات زياده وكده عشان ايه تكبر المصنع وتعلي الايه الانتاجيه بتاعتك. فبيقول لك هنا التكلفه اللي انت دفعتها لما اخترت بديل ان انت تكبر المصنع او تشتري الات زياده، تمام، عن انك مثلا تشتري عربيه تحط الفلوس في البنك تحقق عائد تشتري مثلا شقه، التكلفه دي بنسميها الاوبورتيونيتي كوست، هي تكلفه الفرصه اللي ضاعت نتيجه ان انت ايه المكسب ده ما ينفعش تعمل بيه الحاجتين، يعني في ليميتد ريسورسز اللي هي الفلوس اللي انت حققتها، ما ينفعش ان انت تطور المصنع وفي نفس الوقت تشتري عربيه في نفس الوقت، لا، الفلوس بتاعتك او الحاجه اللي معاك ليميتد. فبالتالي في حاجه اسمها تكلفه الايه تكلفه الفرصه بتاعتك، ان انت خسرت ان انت ما اشتريتش عربيه، ان انت ما اشتريتش شقه، ان انت ما حطيتش الفلوس في البنك تجيب عائد، في مقابل ان انت حصلت على ايه او دفعت تكلفه تانية عشان تكبر الايه تكبر المصنع بتاعك او تعلي الانتاجيه بتاعه المصنع بتاعتك اكبر من الايه من الوضع الحالي. فبيسموا التعريف ده او التكلفه اللي من النوع ده اللي هي الايه اللي هي الاوبورتيونيتي كوست. تمام. النوع الثاني حاجه اسمها اللايف سايكل كوست، لايف سايكل كوست، وده من اسمها اللي هي الايه تكلفة الدورة الكاملة أو دورة الحياة الكاملة، وده the summation of all costs related to a product, structure, system or service during its life span. يعني أنت من أول ما المصنع بتاعك ده يفتح، تمام، لحد ما دورة حياته كاملة، لحد ما المصنع ده خلاص بقى يشتغل كامل وبتاع، ده بنسميها اللايف ايه اللايف سايكل
كوست. ده شامل ايه بقى يا شباب؟ شامل المنتج ذات نفسه، تكلفه المنتج ذات نفسه، الاستراكشر، يعني انت مثلا المباني بتاعت المصنع اللي انت عملتها، تكلفه ادخال الكهرباء، ادخال الميه، ادخال اي مرافق تانيه، السيستم اللي هو الضرايب، ضريبه الدخل، الضريبه اللي على المبنى ذات نفسه، اي ضرايب بتدفعها او اي فلوس بتدفعها له علاقه بالسيستم ذات نفسه اللي انت بتعمله، او الخدمات اللي انت بتحصل ايه بتحصل عليها وتكلفتها. كل الكلام ده مجموعه او السمشن بتاعه ده بنسميه اللايف ايه، اللايف سايكل كوست. يبقى اللايف سايكل كوست ده ملوش علاقه بس بجزء معين من الخدمه، او ملوش علاقه بس بايه بجزء معين من البرودكت ده، لا ده شامل كل حاجه، شامل البرودكت بالايه، بالمكان اللي بينتج فيه، بالسيستم اللي هو موجود فيه، بكل ايه بكل حاجه. فده بنسميه اللايف ايه، اللايف سايكل كوست. تمام. طيب دلوقتي بقى عايزين نتكلم عن مفهوم مهم جدا اللي هو حاجه اسمها البريك ايفن اناليسز. بريك ايفن اناليسز، كلمه بريك ايفن يعني كسر الاتزان، والمقصود بالكلام ده اللي هو الاناليسز اللي بيتعمل عند ايه، عند نقطه كسر التوازن اللي بنسميها نقطة البريك ايفن بوينت. في حاجة في الاقتصاد او في حاجة في الانجينيرينج ايكونومي حاجة اسمها البريك ايفن بوينت او نقطة كسر التوازن. ازاي نعمل اناليسز بقى للكلام ده؟ هو ده اللي ايه اللي هيتكلم عنه دلوقتي. فقبل ما نعمل الكلام ده، في شوية كده ترمينولوجيز او شوية نوتيشنز كده هو كاتبها لك قصادك اهو، دي مهمة جدا في الدراسة بتاعة البريك ايفن بوينت او نقط الايه او نقط الكسر او التحليل بتاع نقطة كسر التوازن. ايه هي المفاهيم بقى اللي انت لازم تكون عارفها عشان تعمل التحليل ده؟ اول حاجة، حاجة اسمها التي ار اللي هي اختصار التوتال ريفينيو. التي ار اللي هي اختصار التوتال ريفينيو. حد كده يقدر يتوقع التي ار دي عبارة عن ايه، او المفروض تكون معادلتها ايه، او هي بتمثل ايه؟ Total Revenue. حد عارف يا شباب؟ احنا في المثال بتاع المرة اللي فاتت Total Cost زائد المكسب، Total Cost بتاع المنتج زائد Total Revenue. Revenue ملوش علاقة بالكوست. Total Revenue ده حاجة لوحدها كده، ده بيمثل ايه؟ Revenue يعني ايه؟ اللي هي العائد. انا بعت كم فلوس يعني العائد الكلي. المرة اللي فاتت واحنا في الاكزامبل كده، حد فاكر العائد الكلي ده عبارة عن ايه، بيمثل ايه؟ انا عايز، انا بعمل مصنع مثلا بينتج منتج معين، بينتج مثلا شاشات تلفزيون مثلا، العائد بتاعي اللي انا بحصل عليه هو عبارة عن ايه؟ انا بعت كام شاشة العائد في الشهري شاشة. مثلا او العائد السنوي عبارة عن انا بعت كام شاشة في ثمن الشاشة بالظبط، العائد السنوي او العائد الشهري او whatever في كل سنة ببيع كام، او عندي طلب قد ايه من الشاشات، بيجي لي طلب قد ايه من الشاشات في سعر الشاشة الواحدة، يبقى ده الايه، التوتال ريفينيو او العائد الايه، العائد الكلي اللي بيجي لي. يبقى العائد الكلي هو الطلب اللي بيجي لي للمصنع او على البرودكت او على السيرفيس بتاعتي. خلي بالكم دايما احنا بنتكلم ان الانجينيرنج ايكونومي بيتكلم سواء يا اما عن برودكت يا اما عن سيرفيس، هما الاثنين بيتعاملوا بنفس طريقه الاناليسز او بنفس الايه، بنفس المفاهيم، سواء انا بدي خدمه او بدي منتج، في الحالتين سيئة. تمام. فيبقى هو ده الايه، التوتال ريفينيو اللي هو الايه، العائد الكلي. طيب التوتال كوست، السي تي توتال كوست برضه قلناه المره اللي فاتت. ايه هو التوتال كوست؟ الفيكسد فاريبل. التوتال كوست هي مجموع حاجتين او نوعين رئيسيين من الكوستس اللي هم مذكورين بعد كده، اللي هم السي اف اللي هم الفيكسد كوست،
او السي في اللي هم الفاريبل كوست. لو انا عايز اعمل التكلفه الكليه للمنتج او الخدمه بتاعتي يبقى اذا التوتال كوست هو عباره عن السميشن بتاع الفيكسد كوست والفاريبل كوست. والمره اللي فاتت احنا اتكلمنا عن الفيكسد كوست والفاريبل كوست وعرفناهم وادينا لهم ايه اكزامبلز. تمام. طيب الحاجه اللي بعد كده او النوتيشن اللي بعد كده اللي هو النيو، وده عباره عن يونت فاريبل كوست بير يونت، اللي هو الايه فاريبل كوست بير يونت، فاريبل كوست بير يونت يعني قيمه التكلفه بتاعه كل واحده من المنتج بتاعي اللي هي الايه كفاريبل كوست قيمتها قد ايه. ده تعريف اللي هو الايه النيو اللي هو قيمه الفاريبل كوست بير يونت. تمام. والبي اللي هي برايس بير يونت، اللي هو البرايس بير يونت يعني ببيع او سعر البيع لكل وحده من المنتج بتاعي. واخر واحد اللي هو الكيو اللي هو الديماند، الطلب اللي بيجي لي اللي هو الاوتبوت ريت، بطلع قد ايه من المنتج ده. يبقى اذا ده اللي هو الطلب او عدد المطلوب او العدد اللي بطلعه من اليونتس للسوق عشان تبع. نبص كده على الرسمه ده اللي قصادنا دي ونحاول نفهم كده الايه الرسمه دي دلالتها ايه وبتعبر عن ايه. تمام. الرسمه دي عباره عن كده محورين زي ما انت شايف كده. المحور الافقي هي عباره عن اليونتس بروديوسد، قيمه اليونتس اللي انت بتنتجها في طول الايه في من المصنع بتاعك او الشركه بتاعتك اللي هي كيو. والمحور الرأسي بقيس بيه حاجتين، عباره عن يا اما الكوست التكلفه اللي بتنتج او التكلفه اللي انا بدفعها نتيجه انتاج كل نقطه من اليونتس البروديوسد اللي هو كيو، في مقابل كل كيو بعمل تكاليف قد ايه. تمام. او الريفينيوز اللي هي العائدات اللي انا بحصل عليها نتيجه بيع برضو عدد كيو من اللي انا ايه اللي انا طلعت. طيب فين المحورين دول بتوع التكلفه وبتوع العائدات؟ محور التكلفه اللي هو التوتال كوست، التوتال كوست اهو ده اللي هو محور التوتال كوست، وده محور التوتال ريفينيو. تمام. يبقى انا لو جيت عند اي نقطه في الرسم ده مثلا وليكن النقطه دي مثلا، يبقى اذا لو طلعت كده ده قيمه العائد اللي انا بحصل عليه نتيجه انتاج عدد من اليونتس بيساوي اللي هي القيمه دي عند محور اكس، ودي قيمه التكلفه اللي انا بتكلفها نتيجه انتاج نفس الايه نفس العدد ده من الايه من اليونتس. تمام. يبقى اذا الخط ده هو زي ما قلنا ده الكوستس، والخط ده اللي هو الايه الريفيني. طب في ايه كمان عندك؟ قال لك ان انت عندك فيكسد كوست اللي هو الخط المنقط ده، وزي ما قلنا الفيكسد كوست ده ثابت لا يعتمد على كميه الانتاج. قلنا الفيكسد كوست زي ما قلنا المره اللي فاتت 8 قطعه الارض اللي انت هتبني عليها المصنع بتاعك مثلا، لو انت هتاجر يبقى قيمه الايجار، السيت اب والريموف للايكوبمنت ده فيكس، كل الحاجات دي فيكسد ايه فيكسد كوست. عشان كده بنلاحظ ان هي خط مستقيم كده ثابت، وات ايفر انت بتنتج قد ايه فقيمه الفيكسد كوست ثابته. لكن الفاريبل كوست، الفاريبل كوست هي زي ما انت واضح قصادك هي فاريبل، كل ما عدد اليونتس يزيد كل ما الفاريبل كوست بتاعك بيزيد. وقلنا مثلا ان الفاريبل كوست ده وليكن تكلفه الماده الايه الماده الخام اللي انت بتستهلكها. والله هتنتج مثلا 10 يونتس من البرودكت، هتستهلك ماده خام برقم معين، انتجت 50 هيبقى رقم اكبر، انتجت 100 هيبقى اكيد رقم اكبر وهكذا. فالعلاقه علاقه طرديه ما بين الايه ما بين الفاريبل كوست والفيكسد كوست. طبعا الكيرف ده او الخط المستقيم ده
لما قلنا التوتال كوست هي مجموع الفاريبل كوست زائد الايه الفيكسد كوست. فعشان كده الخط بتاع التكلفه او التوتال كوست معادلته اهو زي ما انت شايف قصادك اللي هو الفيكسد كوست اللي هو كان خط مستقيم زائد خط مستقيم معادلته اللي هو الفي في الكيو. الفي اللي هو التكلفه بير يونت في الكيو اللي هو الاوتبوت ريت. وبالتالي ده خط مستقيم اهو بدايته من عند النقطه بتاعه الفيكسد كوست والسلوب بتاعه اللي هو الفاريبل كوست اللي هو في الفاريبل كوست اللي هو في. تمام. طيب ايه علاقه الكلام ده بقى بالبريك ايفن اناليسز او تحليل نقطه كسر الايه كسر الاتزان؟ بص كده على الناحيه الشمال من الرسمه هتلاقي ان هو بيقول لك ايه، بيقول لك ان انا في الجزء ده كاتب لك لوس. ليه كاتب لك لوس في الجزء ده يا شباب؟ العائد اقل من التكلفه. الخط المستقيم بتاع التوتال ريفينيو دايما تحت الايه الخط المستقيم بتاع التوتال كوست، دايما تحت منه او اقل منه. فانت في المنطقه دي دايما انت طالما العائد من بيع المنتج دايما اقل من التكلفه اللي انت بتدفعها يبقى انت في المنطقه دي دايما انت في خساره وبتحقق ايه؟ بتحقق خساره. طيب ايه اللي حصل بعد كده في المنطقه الجزء اللي في اليمين؟ بقى الخط المستقيم بتاع العائدات اكبر من او اعلى من الخط المستقيم بتاع التكلفه. تمام. وبالتالي انت في المنطقه دي حققت ايه؟ حققت بروفيت. تمام. ايه بقى البريك ايفن بوينت او نقطه كسر التوازن؟ قال لك هي النقطه اللي بيحصل عندها تحول من ان انت كنت بتخسر قبل كده لتحقيق المكسب او العكس، او العكس يعني ممكن يبقى خط الايه السير بتاعك ان انت كان في بروفيت وترجع تاني تخسر على حسب الايه انت موجود في انهي ايه في انهي نقطه من الكيرف بتاعك. فبنسمي النقطه دي اللي هي عندها number of units produced اللي هو Q break even، Q break even اللي عندها تقريبا الريفينيوز بتساوي اكزاكتلي الكوست دي بنسميها البريك ايفن بوينت. طبعا المفترض ان انت عايز تشتغل فين؟ انت عايز تشتغل فين يا شباب؟ هل عند البريك ايفن بوينت ولا شمالها ولا يمينها؟ يمينها اكيد. ايه؟ اكيد في اليمين بتاعها. يبقى احنا بنعمل البريك ايفن اناليسز عشان تجيب الحد الادنى من اليونت بروديوسد اللي هي تضمن لك ان انت بعد كده طالما انت اكبر من القيمه دي انت هتحقق ايه؟ هتحقق بروفيت في السيستم، ايه في السيستم بتاعك، هتحقق ايه بروفيتس في الشغل بتاعك او الشركه بتاعتك. تمام. فده الفيجر ده او الكيرف ده هو اللي بيشرح لنا البريك ايفن بوينت او البريك ايفن أناليسس. طيب هنا بيكمل اهو بيقول لك عند البريك ايفن بوينت كيو بي اي التوتال ريفينيو. تمام. التوتال ريفينيو هيساوي التوتال كوست وبالتالي سو نو لوس اند نو بروفيت، لا بتكسب ولا ايه ولا بتخسر. طيب ازاي احسب قيمه البريك ايفن بوينت؟ قال لك يعني عوض بالمعادلتين بتوع التوتال ريفينيو والتوتال كوست. معادله التوتال ريفينيو اللي هي البرايس بتاع اليونت مضروب في الديماند اللي انت بتنتجه، يبقى اذا التوتال ريفينيو عباره عن البي في كيو، والتوتال كوست عباره عن الفيكسد كوست زائد الفي في الكيو برضو اللي هو انت انتجت بقى كيو في تكلفة الوحدة في زائد الفيكسد كوست. تمام. وبالتالي عند نقطة الاتزان التو equations دول بيساووا بعض، فبالتالي ال QPE هي عبارة عن عبارة عن الايه
الـ CF أو الـ Fixed Cost على الـ P ناقص NU، على الـ P ناقص NU. طبعا الكلام ده بشرط ان الايه، ان انت البي اكبر من الايه، اكبر من النيو، لانك لو بعت بسعر اقل من تكلفه انتاج الوحده فطبعا ده كلام مش منطقي ان انت ايه تبيع بسعر اقل من التكلفه، فالرقم ده هيطلع طبعا بالسلب، وده كلام ايه، وده كلام مش منطقي. فعشان كده بيقول لك طبعا ان الكونديشن المنطقي ان يكون البي دايما اكبر من الايه، اكبر من النيو. تمام. طيب اكبر لو كانت الديماند او الكيو بتاعتك اكبر من الكيو بي اي، زي ما قلنا هتحقق بروفيت. لو كان الديماند بتاعك او الكيو اقل من البي اي هتحقق في الحاله دي ايه، هتحقق في الحاله دي لوس. تمام. طيب ده كده اكزامبل عشان يوضح الايه الفكره دي. برضو ناخده كده ون ايه ونشوف الاكزامبل ده بيشرح الكلام ده. بيقول لك لو كان عندك engineering consulting firm measures its output in a standard service hour unit، يعني بتقدم خدمة، شركة استشارات consulting ايه، استشارات هندسية، بتقدم منتج بتاعها اللي هو الايه، اللي هو قيمة الاستشارة او تكلفة الايه الاستشارة للساعة hour unit، service hour unit. يعني والله انا مثلا لو استشاري مثلا او ناس بيروحوا يعملوا استشارات، فتكلفة ان هم يروحوا يقدموا لك او يشتغلوا ساعة استشارة هندسية بقيمة معينة او بمبلغ ايه، او بمبلغ معين. The variable cost is $62 per standard service hour. يعني انت والله مثلا لما حسبت مثلا انت عندك كام استشاري وهياخدوا مرتبات كام، وهتجيب لهم مثلا اجهزه معينه، هتجيب لهم مثلا مكاتب معينه بتاع كده وهكذا، حسبت حسبتك الناس دول مثلا بتشغلهم مثلا سي 40 ساعه عمل في الاسبوع، فانت بتدي لهم في مقابلها مثلا مبلغ معين، فانت قدرت تقول ان تقريبا كل واحد منهم واقف عليا ان هو بيتكلف عشان يؤدي الخدمه اللي هي بتاعه الايه الاستشاره اللي انا بعملها دي، بيتكلف عليا حوالي $62 في الساعة بتاعته، بيتكلف عليا $62 في الساعة بتاعته. The charge out rate يعني أنا بقدم بقى السيرفيس بتاعتي في مقابل قد إيه، اللي هو السيلينج برايس بي، اللي هو تقريبا أنا حطيت ريت إن أنا عايز مثلا أحقق بروفيت 38%، فبالتالي انا قلت والله ان ال $62 هضربهم في 1.38%، يبقى اذا انا هطلع كل واحد منهم الساعة بتاعته عشان يعمل استشارة معينة بقيمة $85.56. تمام. يبقى اذا هو بيقول لك هنا ان هو ايه، قال لك ان كل واحد منهم هيقدم الساعة بتاعته او هيشتغل الساعة بتاعته في مقابل او في عائد 85.5 ايه دولار. The maximum output of the firm إن كل سنة عندي 160,000 ساعة متاحين، عندي 160,000 ساعة متاحين. دي ممكن زي ما قلت لك حسبها إن هو مثلا عنده مثلا كل واحد بيشغله مثلا 40 ساعة في الأسبوع مثلا سي، وهم مثلا بيشتغلوا 5 أيام عمل في الاسبوع وهكذا، وتضرب في عددهم، في عدد مثلا الاستشاريين اللي عندك، يطلع لك ان انت متاح ليك 160,000 ايه، 1000 ساعه في السنه. وكانت الفيكسد كوست بتاع الشركه دي مثلا $2,024,000 فور ذس فيرم. وات از ذا بريك ايفن بوينت ان ستاندرد سيرفيس اور، يعني ايه نقطه كسر التوازن اللي عندها هيحصل اتزان او بعدها هيحصل بروفيت في الشركة بتاعتك، وبتمثل قد ايه من التوتال كاباسيتي، وبتمثل قد ايه من التوتال كاباسيتي. ده السؤال الاولاني. يبقى السؤال الاولاني بيسأل ايه هي النقطة اشغل الاستشاريين بتوعي عدد ساعات قد ايه عشان اعمل بريك ايفن او اوصل للبريك ايفن. تمام. والعدد الساعات دي بتمثل قد ايه برسنتج من التوتال كاباسيتي اللي هي 160,000 ساعة عمل. تمام. طيب السؤال الثاني بيقول لي what is the percentage reduction in the break even point
if fixed costs are reduced. يعني تعالى نفترض ان انت بطريقه ما قللت التكلفه اللي هي بتاعه الفيكسد كوست بدل ما هي 2 مليون قللتها بنسبه 10%. يعني الكلام ده اضربه بس في 9 من 10 دي الفيكسد كوست الجديده. ايه هي مقدار الريدكشن اللي هيحصل في البريك ايفن بوينت؟ يعني انت اكيد بما انك الفيكسد كوست قلت انت في الغالب هتشتغل عدد ساعات اقل عشان توصل لنقطة البريك ايفن، فانت هتقل بمقدار قد ايه برسنتج بعد ما الفيكسد كوستس بتاعتك دي هتقل؟ تمام، ده كده الايه السؤال او الايه المثال اللي هو بيوضح لك ازاي تحسب ايه البريك ايفن اناليسيس. تمام، طيب زي ما قلنا البريك ايفن بوينت عشان تحسبها هي محتاجه الفيكسد كوست، محتاجه البرايس يونت، محتاجه اليونت كوست او اليونت فاريبل كوست. فهنلاقي في الاكزامبل ده هو مديك كل حاجه، هو مديك الفيكسد كوست، مديك البرايس يونت، مديك الفاريبل يونت كوست، وبالتالي لما اول تعويض مباشر هيطلع ان انت محتاج ان انت عشان توصل للبريك ايفن بوينت محتاج 85000 و908 ساعة عمل. احنا قلنا انت متاح لك قد ايه عدد ساعات عمل؟ متاح لك 160000 ساعة. تمام، هتشتغل 85000 يعني اكتر من النص شوية، يعني معنى كده ان انت من التوتال كاباسيتي اللي عندك لو اشتغلت بس نص ساعات العمل المتاحة هتوصل لنقطة الاتزان اللي هي اللوس بيساوي البروفيت، هتوصل ليها بعد بس ايه بعد نص عدد ساعات العمل تقريبا، بعد نص عدد ساعات العمل تقريبا. لو اشتغلت عدد ساعات اكتر او لو بعت عدد ساعات اكتر هتبتدي بعد كده تحقق ايه تحقق مكسب عندك. تمام، وهنا هو رسم لك الايه الكيرف اللي بيشرح العلاقه دي. تمام، اللي هو ادي الفيكسد، ادي المحور الصفر اهو. تمام، وكنت انت دي معادله الايه التوتال كوست، ودي معادله زي ما قلنا الريفينيو، ده الريفينيو اهو وده التوتال كوست، ولقى ان البريك ايفن بوينت اهي عند اللي هي 85908. طيب تمام، طيب ده كان حل الايه حل النقطه ايه. طيب الريدكشن قد ايه بقى، او دي بتمثل زي ما قلنا قد ايه من التوتال كاباسيتي، اقسم ال 85000 على ال 160000 هيبقى 54%. يعني انت بس محتاج تشغل او تشتغل بسعه 54% من التوتال كاباسيتي بتاعتك ايه هتحقق مكسب، هتحقق مكسب بس لو اشتغلت بس ب 54% من التوتال كاباسيتي اللي انت ايه اللي انت شغال او المتاحه ليك. طيب هنا بيقول لك لو الفيكس كوست بقى المطلوب الثاني، لو الفيكس كوست قلت ب 10% قول لي البريك ايفن بوينت الجديده هتقل بمقدار قد ايه؟ زي ما قلنا الفيكس كوست الجديده هتبقى 9 من 10 بس من الفيكس كوست القديمه، يعني بدل ما 2 مليون وكذا هتبقى 1 مليون 800 الرقم اللي قصادك ده. تمام، والبريك ايفن بوينت الجديده نفس المعادله بس الحاجه الوحيده اللي اتغيرت هي الفيكس كوست، فهتقسم الكلام ده هتلاقيك ان انت ايه هتلاقيك ان انت محتاج ان انت ايه ال تشتغل 77000 ايه 77000 ساعه. هنا كنت بتشتغل كام زي ما قلنا 85000 ساعه، لا لما قللت انت بطريقه ما الفيكسد كوستس اللي عندك عملت اي سوليوشن، نفرض مثلا زي ما قلنا ان انت كنت شاري حاجه ولقيت ان التكلفه كبيره قوي فبعتها واجرت مكان ووفرت الايه ووفرت الفلوس بتاعه الفيكسد كوست بتاعه مثلا الايه ان انت اشتريت ارض او اشتريت مثلا حاجه معينه، او نفس الكلام زي ما قلنا مصاريف النقل قللتها بدل ما ايه ما انت كنت بتأجر مثلا عربيات بفلوس كتير اشتريت عربية او اتنين بمبلغ معين وفروا لك فلوس الايه فلوس
الإيجار بتاع العربيات اللي كان بياخد منك مبالغ كبيرة، فلقيت إن أنت بس محتاج تشتغل عدد إيه؟ عدد ساعات أقل، عدد ساعات أقل بقى بدل 84,000 بقوا 77,000، يبقى الريدكشن اللي حصل في البريك إيفن بوينت أناليسيز بقى كام؟ بقى ريدكشن 10%. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بدل ما أنت كنت مستني لحد ما توصل للنقطة دي عشان تحقق مكسب، ال 77,000 هنا بقيت تحقق مكسب ايه؟ بدري. وده طبعا شيء كويس، وده طبعا شيء كويس ان انت طول ما انت بتقدر ان انت تحصل او تقدر تحصل على بروفيت بدري او في وقت بدري، كل ده ما بيكون ايه؟ ما بيكون افضل. يبقى الغرض من المثال ده او المثال ده عايز يوضح لك تو كونسبت، ازاي تحصل او ازاي بمعلوميه الارقام اللي عندك دي تحسب البريك ايفن بوينت، وتفهم ان البريك ايفن بوينت دي انت المفروض ان انت تحاول تحصل عليها بدري عشان تحقق مكاسب بدري. فبالتالي لو قدرت ان انت الفيكس كوست زي بطريقه ما زي ما اتكلمنا ان انت تقللها، فانت قادر ان انت تقلل كمان البريك ايفن بوينت وتحصل عليها بدري، زي ما في المثال ده قايل لك ان تقريبا قلت بمقدار 10 ايه؟ بمقدار 10%، وده رقم كويس جدا ان انت قدرت 10% بدري تحصل على الايه؟ على المكاسب بتاعتك، على المكاسب اللي انت ايه؟ اللي انت عايزها. تمام؟ طيب انا اقف كده النهارده ان شاء الله، وباذن الله المره الجايه نبقى نتكلم عن اللي هي الجنرال برايس ديماند ريليشن شيب، جنرال برايس ديماند ريليشن شيب. تمام؟ طيب في حد يا شباب له اي استفسار عن المحاضره بتاعه النهارده؟ معايا يا شباب؟ تمام يا دكتور. تمام. طيب خلاص، ان شاء الله باذن الله نكمل بإذن الله المرة اللي جاية. تمام؟ ماشي، أشوفكم على خير يا شباب. الإيه؟ آه، ريكورد. طيب.